تفكر الثرية وكيف يفكر الثري؟ من السائد بأن ثريات العالم حصلن على ثروتهن بالميراث، لكن قائمة جديدة لثريات أمريكا والعالم تكشف المزيد من الفنانات، المزيد من العصاميات، والأهم المزيد من الذكيات طبعاً. مجلة فوربس وكالعادة أعلنت عن أغنى النساء العصاميات في أمريكا بصافي ثروة يزيد عن 13 مليار دولار. ومن الثريات العصاميات نجمات مثل بيونسي، مادونا، أوبرا وتايلر سويفت. طيب خلونا نروح للسوشيال ونشوف نصيحة المدونة هانا تشان للفتيات اللواتي يرغبن ببناء إمبراطوريتهن الاقتصادية. If you want to be at the top 1% of income earners, the first thing you need to do is think differently. Society has told you that the best way to get rich is by going to university and then climbing up the corporate ladder to get a six-figure paycheck. But if you look at most people who make six and seven figures in their 20s, they don't have jobs, they have businesses. They start a business to generate a lot of cash and then they invest that cash into assets. Second thing you need to know is your environment will make or break you. Most people are so scared of being wrong or getting judged that they never start the business in the first place. Putting in action and failing is still getting you closer to your goals compared to not doing anything at all, because every time things don't go as planned, we learn something new. طيب قبل ما نتكلم عن اللي نتعلمه من ثريات العالم، خلونا ننتقل إلى الزميلة ريان لتخبرنا عن قائمة أثرى نساء العالم. يسعد صباحك ريان. يسعد صباحك يا ريان. إن شاء الله تكوني واحدة منهم. آمين وإنت كمان يا رب. نماذج نسائية تمكنا من تحقيق ثروات هائلة، وحسب فوربس العالمية إليكم أغنى النساء في العالم. نبدأ بأغنى امرأة في العالم الفرنسية فرانسواز بتنكور التي تبلغ ثروتها 98 مليار دولار. جدها مؤسس لوريال ووالدتها أغنى امرأة في العالم سابقا عضوة مجلس إدارة لوريال، وصلت بأسهم الشركة إلى رقم قياسي. ننتقل إلى أليس والتون تقدر ثروتها ب 65 مليار دولار. الإبنة الوحيدة لمؤسس وولمارت اتبعت شغفها في عالم التحف، ويضم الآن متحفها مجموعة هائلة من الأعمال الفنية الأمريكية. وإلى جوليا كوش والتي تجاوزت 60 مليار دولار، جانب من ثروتها من زوجها الراحل ديفيد كوش أحد أغنى رجال العالم. ننتقل إلى جاكلين مارس والتي قاربت 40 مليار دولار، ابنة مؤسس إمبراطورية مارس العملاقة، شغلت مناصب أمريكية مهمة. نختم بالروائية الشهيرة ماكنزي سكوت زوجة مؤسس أمازون السابق جيف بيزوس، والتي بلغت ثروتها 34.3 مليار دولار. وبعيدا عن المجال الإبداعي أو التجاري، تعتبر ملهمة في العمل الخيري أيضا. إليك يا ريم. شكرا لك. جانب من ثرواتهم، من أزواجهم، من آبائهم، من جداتهم، في الأخير هن ثريات، وهذا شيء جميل طبعاً. جدا شكرا لك يا ريم. من جدا نرحب بالمستشار في التسويق وتطوير الأعمال الأستاذ طراد باسمبول. يسعد صباحك أستاذ طراد. أهلا وسهلا. عجبتني طراد، تقول لك واحدة جدها واحدة أبوها واحدة زوجها. ما نبغى نتكلم عن هذول، احنا بس نبغى رسالة مهمة لهم، يعني في البداية اسمها لا تقارن بذرتك بثمارها. لا تجي الواحد جالس يحطد في الأضراح وانت تقول ما شاء الله عليه حظه حلو، يعني شوف كيف بدأوا في عصاميات اسمها. بالضبط. وشوف عجبتني كلمتك في البداية لما قلتي كيف نتكلم من إهن، هي هذه في هي اسمها قاعدة ذا خشمة. ذا من ذكاء، خا من خبرة، شين من شهرة، يا سلام. بعدين ميم من منتج، ألف من استثمار. تعال نشوفي، خلينا نأخذ أربعة أو خمسة أمثلة لكل واحدة وإيش نوع ذكائها وكيف تدرجت في إلى أن أصبحت بليونير. طب أوبرا وينفري على سبيل المثال عندها ذكاء يسموه ذكاء لغوي. تعالي شوفوا بداية أبدأ شوفي أفضل بولي ما شاء الله 3 بليون دولار، حظها حلو. لا، الحظ فرصة أتت لشخص مستعد. كيف بدأت أوبرا؟ مرسلة، تروح لأحياء فقيرة وتقدم، بعدين قدمت أخبار، بعدين قدمت برنامج حواري، بعدين البرنامج الحواري صار باسمها، بعدين صارت تنتج البرنامج الحواري وتبيعه على القناة، بعدين خرجت من القناة بكبرها، سوت أوبرا نتورك وصارت عندها مجلاتها، بعدين دخلت في استثمارات، تدخل في استثمارات متعددة. نعم. هذا التسلسل اللي بنقول عليه ذكائها لغوي. تعالوا شوفي، جبت سيره تايلر سويفت. تايلر سويفت وصلت لمرحله الان يسموها تايلر كويك، يعني ايرث كويك، يعني هده ارضيه. جمهورها هم ينقزوا في الملعب في نغمه واحده،
قاست على مقياس أكثر. نعم. فهذه الإنسانة كسرت الرقم القياسي في مبيعات التذاكر، وصلت مليار دولار مبيعات التذاكر. عندي لها مثال. تيلر سويفت start investing in your beauty products. You will outsell Chanel, Dior, all of the international brands. ليش؟ هذه ما وصلت. الآن هي جالسة تتكلم ذكاء هنغمي، جلست تتعلم وتشتغل إلين ما صار عندها خبرة، بعد الخبرة صارت شهرة. نعم. بعد الشهرة الآن هي لا زالت تشتغل على خدمة نفسها، بتطلع عشان الناس يدفعوا لها، بتشتغل على الهوية الشخصية، على بصمتها اللي هي اشتغلت عليها وأصبحت ترند أو مرتبطة باسمها، وهذا المهم. بالضبط. وهذا الآن اسمه ذكاء نغمي. بس تيلر سويفت بكرة لو كبرت، لو صار لها زي سيلينديون مثلا، الله يرفع عنها يربي فيها، فيعني لو مرضى خلاص ما حد حيصير في دخل. لازم تيلر سويفت تبدأ تدخل في بعمل، صارت هي عندها ذكاء، قلنا نغمي صار عندها خبرة كم سنة، كلهم تلاقيهم تخطوا 10 سنوات أو تخطوا 10,000 ساعة. هذه نقطة جدا حمراء، ركز معايا ريم. ثلث ولا ثلاثة، ثلث ساعة في اليوم تساوي أكثر من 100 ساعة في السنة. بعد 10 سنين أنت حتكوني من التوب 5%. أستنى، ثلث ساعة في اليوم بعد 10 سنين حأكون من التوب 5%. يعني 5% من أعلى ناس في تخصصك اللي حتعطي نفسك فيه ثلث ساعة في اليوم. حلو. بس تبغي أكثر أعطيني 3 ساعة. 3 ساعات يخليك بعد 10 سنين عندك 10,000 ساعة خبرة. 10,000 ساعة خبرة تخليك في التوب 1%. شفتي اللي جبتوها هذه الخبيرة لما تقول تبي تكوني في التوب 1%؟ أعطيني 3 ساعات في تخصص واحد ركزي فيه. يعني الآن بدل ما تجلسي تتفرجي على السوشيال ميديا تقضي 6 ساعات، أعطيني نصها بس 3 ساعات في اليوم، أنت من التوب 1% في العالم. يا سلام. ريم مثلا أنت عندك، وشوفي في ناس يوصلوا لل 10,000 ساعة في أقل من 10 سنوات، ليش؟ عباد الجوهر مهنا، الدكتور عباد الجوهر، يعني جلس يعزف في البيت من 10 إلى 12 ساعة في اليوم، فهذا يخلص ال 10,000 ساعة في 3 سنوات، راح لطلال مداك عزف قدامه وقال له يا ولد بهذا التعبير، يقول له انت تعزف احسن مني. راح لي قائد فرقه موسيقيه قال له من فين تعلمت الحركه دي؟ يقول له في العماريه، العماريه في جده، هو في العماريه واحد. فتخيلي كيف ممكن بس تركز على ايش نوع ذكاء. شوفي سيرينا ويليام. طيب سيرينا ويليام ذكاء حركي رياضي، جلست تلعب تنس تلعب تنس، بدات تفوز، جوائزها مجموعها 95 مليون دولار. نعم. لما انشهرت ذكاء، خبره، بعدين شهره، من الشهره جت اعلانات، الإعلانات حقتها جابت أكثر من قيمة الجوائز. الآن صار عندها سيرفس أو منتج اللي هو سيرينا فينشر، يعني رأس المال، استثمار في رأس المال الجريء. صارت تستثمر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في خطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أنها تفشل 80%، بس 20% اللي تغطي كل الاستثمارات. نعم. صار الآن عندها كمان استثمارات تستثمر. طيب هذه الخطوات ممكن تخليك. طيب خلينا كمان نتطرق لأسماء أخرى، مثلا الفنانة ريانا. ريانا، شوفي ريانا مثلا الآن أغنى من تيلر سويفت. ليش؟ ريانا دخلت مستثمرة، أو دخلت صارت عندها حصة في شركة حقت بيوتي بروتل بيوتي برودكت، عندها تقريبا 50%. ريانا ثروتها 1.4، وتيلر سويفت بكل النجاحات اللي تسويها هذه 1.3. إذا تيلر سويفت خرجت من فكرة الشهرة إلى المنتج أو الخدمة، تخيل لو تيلر سويفت المليار دولار تيكتس هذه حولت جماهيرية ومتابعينها إلى عملاء. هذه لو طلعت برودكت بلاستيك يتباع في العالم كله. ممتاز. مين عندك مال في هدى بيوتي؟ إيش نتعلم من هدى بيوتي؟ لأنه بالفعل من السيدات اللي بدأوا من الصفر واليوم أصبحوا عالميات. مو صفر بس، هذه استلفت 6,000 دولار. بالضبط. إيش شغلك؟ عرفي ريم، شوفي الكلمة اللي قلتيها في البداية هي اللي رجع. كل إنسان عنده ذكاء ربنا أعطاه له. هدى بيوتي عندها ذكاء مو البصري، قلنا ذكاء الحركي سيرينا ويليام، الذكاء النغمي تيلر سويفت وريان، الذكاء اللغوي ايش اسمها اوبرا وينفري، الذكاء البصري الناس اللي عندها لمسه، فنانين الميك اب ارتست والرسامين والجرافيك ديزاين، هذه الانسان هذا شغل. تعرفي اديكي سر، الشركات المصنعه للميك اب هي كلها يمكن 3 أو 4 شركات في العالم، كل الشركات الثانيه بتروح لها ويقول لها حط لي الكفر حق شانيل، حط لي كفر حق ديور، حط الكفر، بس يروح يسوي لمسه زياده في الموضوع، يغيروا يحطوا اضافه جليتر، يحطوا مدهمين، يقول لك المنتج حق كيلي جينر، المنتج حق كيم كارداشيان. فهدى بيوتي عرفت السر، اشتغلت، اخذت خبره، بدات تنفهم في مجالها، بدات تحمل 6,000 دولار، بدات تستثمر في موضوع المنتجات. العالم كله يعني قفز اليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو توفيق بس تركيز. يعني الفرص، الحظ هو فرصه اتت لشخص مستعد، استعد بالفرص او تعلى نوع ذكائك، بعدها
استمر وركز فيه، لا يشتتك اي شيء، يقول لك طب تعال فرصه هنا، تعال فرصه هنا. التركيز اهم. بالضبط بالضبط. طيب خلينا نروح كمان يا ترند الى مشاهدينا في لبنان ونشوف اجابات الناس على سؤالنا، ما الفرق بين التصرف بين الثري والثرية، الرجل والمرأة؟ الغني اكيد ببلش اول شيء باللكجري، يعني بالسياره بالثيابه والساعة مثلا، كمان الساعة بتلعب دور كبير للغنية، بحبها كتير. أما الغنية كمان بهمها يعني أكيد تيابها، الساك تبعها، شو بتلبس، أكيد السيارة. بالنسبة للغنية بتصرف بذكاء، أما الغنية بتصرف بس لتصرف، مش لحتى يعني تطور حالها، يعني بضلوا مصرياتها تياب ظهرات وهيك، ما في فرق ابدا. الانسان الغني بيكون عنده الايجو، فالانسان بس يصير معه مساري لا اراديا بصير انه هيدي بتجيب باور سلطه وهيك قصص، فما في فرق بين اثنين. طيب كمان سألنا الناس على السوشيال إيش الفرق في التصرف بين الثرية والثري. تقول ليلى الثرية ربما تحاول إظهار ثروتها خصوصا أمام السيدات أقرانها، أما الرجل الثري فهو دائما البحث عن زيادة ثروته ولا يفكر إلا بالمال. لا أتفق. محمد يقول أعتقد أن الثرية تصرف بالمال وكأنه لن ينتهي، أما الرجل الثري يحب زيادة ماله حتى ربما يتصف بالبخل. برضو لا أتفق. أشجان تقول الرجل الثري يحب المال، المرأة تحب الرجل الثري وتتصرف بماله، وهذا موضوع آخر. طراد يعني أنا لو لاحظت يعني المشترك بين هؤلاء السيدات أو أغلب الثريات اللي بنشوفهم، ما بأشوف إنهم بيهتموا مثلا بالمظهر الخارجي أو باللبس أو بالماركات أو شيء، بيطلعوا يعني عادي، يعني بيكونوا بعكس التعليقات اللي بتقول المرأة الثرية راح تصرف المال كله والرجل الثري لا راح يصنع هذا المال ويزيده. إيش رأيك أنت؟ Don't spend it, invest it. شفتي في كلمة قالها في فيلم إيطاليان جاب لما أخذوا الذهب، قال له لا تصرفوا، بيقول للفريق لا تصرفوا، استمتع واصرف وسوي اللي تبغاه من أرباح مو من رأس مالك. جاتك فلوس ريم، نسوي أكاديمية أونلاين إن شاء الله اليوم إطلاق راد دات أكاديمية. أبغى أسوي أونلاين أكاديمية عشان الناس لما أروح أخذ الفلوس وأشتري سيارة، طب السيارة بتأخذ منك إنصاف، بتأخذ منك الصيانة، بتأخذ منك اللي يسموها مصروفات، لكن لما تحطها في استثمار، حطيتها في مشروع أكاديمي، سويت بودكاست، سويت حاجة تناسب ذكاء اللغوي، إيش اللي حيصير؟ الناس حتبدأ يجيني سبونسرز، الناس حتيجي تشترك في الموقع حق الأكاديمية، تتعلم الشيء اللي أنا كويس فيه، تقديم المناسبات والحفلات. هنا بدأ يجيني فلوس، المبلغ تقول لك طب معك 100,000، معك 200,000، حطيتها في سيارة، أحطها في مشروع. في استثمار. المشروع يجيب لي دخل. بالاستثمار أنا أستثمر في مشروعي أو أستثمر في مشروع ثاني لما يكون عندي مبلغ أكبر. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ أحمد حسن فتيحي أنت من المعجبين فيه، هو يتابعنا الآن. هذا الإنسان ركز في شغله في المجوهرات إلين ما انشهر واستثمر الآن، وتحول أول مؤسسة فردية تتحول إلى شركة مساهمة سعودية. الآن أصبح الأموال اللي وصلت من المساهمات صار يستثمر في شركات ثانية وبيجي له أرباح، وهو ما شاء الله الله يبارك له جالس يصرف ويستمتع. بالزبط. ما شاء الله إلى الآن هكذا نتعلم من الأثرياء. أستاذ طلال يعني اطراد يعني تحقيق الثراء حلم غير مقتصر على الرجال، وشفنا أمثلة لسيدات عصاميات كثيرا. شكرا طراد باسمبل لوجودك معنا في هذا الصباح، شكرا لك. هو اللي يصير زنقيل هو اتجاهين، أما باتجاه يغير مساره يختار أي مسار اللي يريده، أي احتياط يغير حياته، يغير حياة أولاده. يتمتع بهاي الأموال اللي راح تجي على مجرد فيه يصرفها صح وبالمكان الصح ويفيد أهله وناسه ويساعد اللي يقدر يساعدهم بهذا الموضوع. أتمنى يكون هذا يعني بوقت مبكر، لأن إذا أجى بوقت متأخر فما أكون منه فائدة. بناء المستقبل يعني مثل عندنا دار عجزة مثلا تفكر بي، دار أيتام الأطفال المتشردين، يعني هسه نشوفهم احنا بالتقاطعات، احاول اساعد بقدر ما يمكن، لان الخير اللي ينطيك يا رب العالمين فيد اللي هو حالته تعبانه.